بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. وهذا هو الدرس الثاني في شرح متن الأجرامية، وقوفا على ألفاظها وفك لعباراتها. الآن نتكلم نحن عن الاسم. الاسم يعرف بعلامات. قال المصنف: الاسم يعرف بالخفض. الخفض هو الذي يقابل كلمة الجر عند البصريين، لأن ابن أجروم هو كوفي المذهب في النحو، فيقول الكوفيين يقولون بالخفض، البصريين يقولون بالجر. يعني يعرف الاسم بدخول حروف الخفض عليه، ويعرف بالتنوين. والتنوين هو عبارة عن نون ساكنة تلحق آخر الأسماء، مثل نقول محمد، محمد، محمدا، هي نون تنطق ولا تكتب. ودخول الألف واللام يعني ال، دخول ال عليها، فنقول البيت، الرجل، الدار. ثم بعد ذلك، بعد أن أجمل، بدأ يفصل كعادته في هذا السفر المبارك، فأخذ يقول حروف الخفض يعني حروف الجر، وهي من، وهي تدل على مبتدأ الغاية، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، قال وإلى، إلى المسجد الأقصى تدل على منتهى الغاية، وعن تدل على المفارقة، وعلى تدل على الاستعلاء، وفي تدل على الظرفية، ورب وحتى وحاشا ومذ ومنذ والباء والكاف واللام. وحروف القسم هي الواو والباء والتاء والله وبالله وتالله. والفعل يعرف بقد، يدخل عليه قد. الله عز وجل يقول: قد يعلم المعوق، قد يعلم الله المعوقين منكم. وأيضا قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. فقد تدخل على الفعل المضارع، تدخل على الفعل الماضي. وأيضا سين: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وسوف: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وتاء التأنيث الساكنة التي تلحق آخر الأفعال، مثل نقول أكلت التفاحة، أكلت التفاحة، هذه تاء تأنيث يعني أكلت هي التفاحة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن نخلص إلى أن الأسماء تعرف بالخفض، نقول من البيت إلى المدرسة بالتنوين، رأيت محمدا، مررت بمحمد، تكلم محمد. ودخول الألف واللام: البيت الحرام، الكعبة المشرفة. وأيضا الفعل يعرف بقد وسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، وأعان الله على ذكره. وإلى الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.